افتتحت فعاليات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، والتي تمتد طوال عام 2022. تضم فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي 149 فعالية ثقافية وفنيا وورشا للحرف التراثية والتقليدية وتتواصل على مدار العام بمشاركة دول منظمة الإسسكو. من قلب القاهرة التاريخية ملتقى الحضارات، هنا بسور القاهرة الشمالي انطلقت احتفالية اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإسسكو، من أجل تقديم صورة حقيقية عن الحضارة للعالم أجمع وتعزيز التواصل الثقافي. وزارة الثقافة الحقيقة يعني حشدت كل مجهودها بكل قطاعاتها في تنظيم هذا الحدث على مدار العام من خلال 149 فعالية ثقافية وفنية متنوعة. احنا النهاردة بنشوف أولها بالكم الفعاليات اللي موجودة من خلال المعارض اللي شفناها دلوقتي، زائد طبعا الحدث الفني بإذن الله اللي بنحضره. ولكن أيضا خلال هذا العام الحقيقة هيكون في كتير من المشاركات من خلال وزارة الثقافة على مستوى القاهرة بالكامل في فعاليات متنوعة، من ندوات، من عروض مسرحية، الحقيقة من مؤتمرات أيضا، من معارض تشكيلية وفنية. القاهرة عندما تكون عاصمة للثقافة تربط أيضا أواصر العلاقات الثقافية والأدبية والعلمية مع دول العالم الإسلامي ومع عواصم العالم الإسلامي السابقة والمستقبلية إن شاء الله. فعاليات تضمنت افتتاح معرض القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي في الوثائق المصرية ومعرض للكتاب وآخر للفنون التشكيلية، إضافة لإطلاق مسابقة تراثي للمصورين الفوتوغرافيين، فيما اختتمت بحفلة للإنشاد الصوفي. فكرة اختيار القاهرة عاصمة ثقافة دول العالم الإسلامي ده تأكيد على مركزية القاهرة ضمن المشهد الإسلامي في العالم كله، ومشهد دول العالم الإسلامي في العالم كله. القاهرة دايما هي محط الأنظار، وهي ملتقى الدارسين وملتقى كل أبناء دول العالم الإسلامي بوجود الأزهر وبوجود جامعة القاهرة منذ البداية. احتفالات اختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي تستمر طوال عام 2022 من خلال 149 فعالية ثقافية وفنية تعبر عن التراث المصري والحضارة الإسلامية. سالي سالم، التلفزيون المصري.